بسم الله، إن شاء الله هنتكلم عن في الفيديو الثالث عن الأعمدة وعن الأواعد إن شاء الله. فتسمى دوت إزاي نحن نحط الأعمدة والأواعد بتاعتنا بما يناسب الشكل المعماري أو التصميم المعماري. نخش على الديزاين، ومن الديزاين بنخش على القلم. احنا بنيجي هنا بنقول له عندنا الهوموستوري اللي هو بداية العمود بتاعي، وعندنا القلم طب اللي هو أعلى اللي هو العمود، والفرق ما بينهم بيديلي ارتفاع العمود. فأنا هنا طبعا ما ينفعش فيه إن أنا أقلل اللي هو السالب ب2 من 10 عشان برامج التحليل الإنشائي، ولو عاوز أقلله بقلله عادي عشان ينفع نقلله، بس عشان برامج التحليل الإنشائي فلازم أشيل القيمة ديت لما تكون سالب 2 من 10. وهنا المادة بتاعته اللي هو جنرال ستراكشر اللي هو كونكريت ستراكشر، ممكن أغيرها أبقى كونكريت ستراكشر، والأبعاد بتاعته أخليها 0.25 في بوينت في بوينت 7. والمادة اللي أنا عاوز أعملها، ولازم أضغط إيه الفرق بين الأمرين دول؟ هنشوف دلوقتي. هنيجي نحط العمود بتاعنا أهوت العمود، نقدر نحركه بأمر الدراج بتاعنا أهوت. بنخش على القلم تاني. طبعا الفرق ما بين الأمرين لو الحيطة نفس المادة والقلم بنفس المادة فبسيحهم، فبيحصل زي نظام تسييح، يعني إن المادة اللي تخش مع المادة دي تتكون نفس اللي يبقى نفس التسييح دوت، يسيحوا مع بعض في البلان. فأنا طبعا لما أنا مش عاوزهم يسيحوا مع بعض، أنا عاوز بس حدود تكون منفصلة، يبقى بالشكل ده، تبقى في خط هنا وخط هنا. طبعا الموضوع ده لو مش موجود بضطر ان انا اعمل الامر دوت، وطبعا ده افضل. هنتكلم دلوقتي عن موضوع الحساب الكميات. دلوقتي هنشوف ثري دي. انا دلوقتي لو عاوز اشوف المنشأ كاستراكشر اللي هو دوت، هنيجي نشوف اللي هو دي العمود بتاعنا اهوت. هنلاحظ ان هنا العمود بتاعنا ساح مع السقف، لان هما نفس المادة او الاستراكشر بتاعت واحدة، فهو ده بيتطرح قيمة 2 من 10 بتتطرح عشان حساب الكميات. زي الشباك دوت لما انت بتعمل التقاطع او تحط الشباك، مساحة الشباك بيتم تطرحها من حجم الطوب والتخفيف والاخر. تمام، نيجي بقى نكمل الشغل بتاعنا اللي هو في الدور. طبعا بنحط الأعمدة الأول في الدور الأول. ناخد بقى من الصيغة ديت مثلا كوبي، احنا بنعمل بس ايه أعمدة مبدئية لغاية لما يتم التصميم النهائي بتاعهم. هنعمل أي حاجات مبدئية كده، بس الأول هنشيل الدايمنشن وأحذفه، لا أخليه زي ما هو عشان أحتاجه. ناخد ده كوبي، دي اخليها 6 من 10. اساسا مفيش احمال كبيرة.
لازم نكون على الخط واحد، ما يطلعوش برا. يوم ما كده هنا كوبي، هنشوف المسافة من بنية دي قد ايه، 4، ونقدر نسمي هنا من ميجر مسافة الصف ما بين ديت ويت، 4 متر و10، مش كتيرة. هنا العمود دوت، معنا العمود ده والعمود بتاع السلم، العمود بتاع السلم طبعا. طبعا لازم نلف دوت على أساس كده، هيمنع الباب ويمنع المسافة الصفية ويكبرها. فبنعمل لها روتيت، متكة عند السنتر أو في أي مركز من المراكز ديت، بنعمل لها روتيت وبنحركها، بتبقى مثلا هنا أو تبقى هنا، بحيث طبعا كده يدوق الحمام، فيفضل إن هي تكون وش صافي مع هنا. وأقدر أحرك الباب بتاعي، أعمله موف تمام، ادي الشغل بتاعي هنا. بالنسبة للعمود دوت، العمود دوت هخلي 6 من 10، احرك الباب دوت موف او دراج. طبعا الاحمال هنا ممكن أخليها ديت 6 من 10، لأن يعتبر الأبعاد قليلة، المسافة من بين ديت ديت وبرضه الفنادق كلها 6 من 10، لأن هي 5 أدوار، أو أخليها 7 من 10 زي ما هي. أقدر أحرك العمود دوت هنا، ونفس الكلام مع العمود بتاع دوت. ما ينفعش انا احط العمود بتاعي على حسب العمود دوت هيتعمل ازاي، هنشوفه بعد شوية. العمود دوت هيكون المكان الصحي بتاعه، هل هو هنا انا احطه مبدئيا هنا، لغاية لما لو في عيب او خطأ هنشوف بيتحل ازاي. بالنسبة للعمود دوت، ما يفضلش ان العمود دوت يبقى كده، لازم بيبقى وش عشان ما ياخدش حيز، لان ده يكون مكان دولاب. فيفضل ان يكون هنا يكون العمود في الضرب ده عشان يتحط الدولاب هنا، لازم ندور على الحاجات ديت. باجي انا باخد خط من دوكومنت، واخد خط من هنا طوالي، بحذف خط عمل كده. باجي مثلا باخد العمود دوت هنا، افضل ان الاعمده يكون اللي هو الرقبه ديت، اللي اسمها رقبه، تكون في الصاله، ما يكونش في غرف النوم. يفضل على اساس ان غرف النوم بتاخد حيز اكبر شويه، لان غرف النوم يفضل ان العمره بتاعها تكون بعيده شويه، على اساس بيبقى فيه حاجات متحط. في نفس الكلام هنا، ما ينفعش ان احط العمود دوت كده هنا، يبقى الركب هنا، على اساس ممكن نحط دولاب، نحط اي حاجه. فضل انه يكون نضيف، يبقى الغرفه النوم مضيفه، على اساس يعرف يعمل ديكورات، يعرف يعمل اي حاجه. نفس الكلام هنا، ناخد ديت نعمل لها كوبي في المنطقه ديت. ما يفضلش ان العمود دوت يبقى روتيت، يبقى مثلا بالشكل دوت، على اساس ان ممكن هنا صاحب البيت او اي واحد ممكن يغير تقسيمه، فيدخل غرفة البلكونة دي مع غرفة النوم دي سبب. وعشان انه ممكن يعمل محلات تحت، فممكن يقلل النسبة المسافة ما بين ديت ديت، ممكن محتاج يبقى عرض العرض اكبر ما يمكن. فاحنا بنعمل العرض عرض المحل أكبر ما يمكن. بالنسبة للعمود اللي هنا، بفضل إن هو يكون هنا عشان الأحمال بتاعتي، عشان لو أنا جيت هنا حطيته هنا، تشوف المسافة هنا 5 متر و20، وعشان المطبخ ما ينفعش إن أنا آخد هنا العمود هنا وأخليه هنا.
هو طبعا ده هتبقى المشكلة في فتحة الباب، ده أول حاجة المشكلة اللي هتحصل فتح الشباك، ده أول حاجة إلا. ثانيا تقسيمة التقسيمة بتاع المطبخ، هنيجي نشوف هنلاقي فيها أعمدة كتير، يعني لما نيجي نكمل هنلاقي ديت كوبي. بيفضل إن يكون اتجاه كده على أساس إن يقلل المسافة الصافية من بين العمودين. وناخد ديت كوبي من كوبي ونخليها هنا، مينفعش نخليها في الحمام لأن الحمام هيدوقه، وعشان الحمام أصلا ضيق فيفضل إن العمود ميكونش العمود ما يكونش في الحمام. وما ينفعش العمود دي نلفه على أساس إن لو لفيته يبقى الشكل مش ظريف تحت، لأنه ممكن تحت يخليها مخزن في الدور الأرضي. فيفضل إن المطبخ والحمام يكونوا، قصدي العمود يكون بموازي للجار اللي هو الطول الكبير، على أساس إن ممكن ده تبقى مخزن عشان متبقاش عائق يعني تحت يعني. وأدي العمود دوت، فطبعا العمود دوت ما يفضلش يبقى هنا. وطبعا دوت هيبقى فيه هنا كاميرا ثانوية، دي قصدي كاميرا كانتليفر، دي كاميرا ثانوية تسند على الكانتليفر دوت تدي حملها للعمود دوت. وفض طبعا العمود هنا هو في الاتجاه دوت. ناخد من العمود ده كوبي على استقامته ونغير الباب شوية. طبعا احنا قلنا المرة ان الباب ده هيكون غلط، هنتكلم في دوت بعدين يعني، هنشوف غلط مكانه غلط ولا صح حسب تقسيمة التقسيمة بتاعته. نفس الكلام نكمل هنا، نعمل اللي دي كوبي. طبعا ده هيقلل الفتحة بتاعتي، هخليها 1.80 متر، 2.8 متر. تمام، هنيجي نشوف هل العمود دوت اتجاهه صح ولا غلط. هنيجي نشوف هنلاقي احنا تقريبا خلصنا الأعمدة كلها، ونلاقي المسافات ما بينهم معقولة. طبعا بيتحط هنا في تصميم السفينة، بيتحط نظام كاميرا مدفونة على أساس إن لو هو من لو فلات سلاب يعني، بتحط نظام كاميرا مدفونة على أساس ينقل الحمل، وبيبقى فيه مارجلين بيم حوالين المنشأ على أساس إن الفتحات ديت ورا الفتحات ديت. دي طبعا لو أنا في التصميم اللي أنا موجود يعني كمهندس يعني. تمام كده يعتبر خلصنا العملية ديت. فبناخد الأعمدة ديت قبل ما نكررها في الدور اللي جاية يعني. فبفضل إن أنا أنقلها، أنقل الأعمدة ديت للدور الدور الأرضي، على أساس إن الأعمدة ديت ممكن تبقى فيها عائق في الدور الأرضي. فبقوم جاي واخد بعمل هنا فايند سيلكت، واخد لا باجي هنا، باجي هنا بعمل كليك يمين واعمل إيديت، وأقوم قايل له أنا هنا ألغي لي أول تايبز، وأقوم قايل له جيب لي الأعمدة بتاعتي واعمل لها كوبي فروم الدور الاول العلوي لارض تاني وارض اول. كونتينيو. نيجي نشوف الاعمده هنا في المحلات هل هي طيب فيها مشكله ولا لا. نيجي طبعا المشكله تقابلنا هنا في الشباك هنا، عدلناها. طبعا هنا يقل بالنسبة لهنا، هيقل العرض المدخل شوية، انا ممكن اقدر هنا يعني ان انا اخلي عرض البتاع ديت، ممكن اكبر المدخل شوية ان انا اقصه لو انا عايز اكبر عرض المدخل. بقوم جاي هنا وهم جاي ناقل حط هنا دي، لو عاوز اكبر المدخل شوية على اساس ان الناس
ومن جاي انا اعمل ده بامر السبريت او اللي بسميه البلطة، لانه مرسوم بلطة يعني. نفس الشكل هنا نيجي تمام. هنيجي نشوف، ناخد انا كاميرا، زاوية الكاميرا، مور كاميرا، سي قصدي، بنيجي على الكاميرات ونيجي نفتح الكاميرا، نقول له كاميرا واحد، اودي الشكل بتاعي. نيجي عايزين نظبط مخليه يبقى الزاوية أكبر، يعني أكبر ما يمكن زاوية الرؤية، بخليها 90 أو 90. ودي المدخل بتاعي، طبعا يعني كده معقولة، الرسم كده بقت معقولة شوية. تمام، ودي ممكن زي ما احنا قلنا دلوقتي تشوف الأعمدة، نلاقي الأعمدة مظبوطهم. طبعا أنا ممكن سحب البيت يخلي ديت استقبال، على أساس إن ديت يعني ما بتكونش لها لازمة أوي بالنسبة لسحب البيت. 2.8 في 3 متر، تمام. أدي هي بتكون مثلا ساعات بتكون ساحب البيت عاوز استقبال، وساعات صاحب البيت بيقول أنا عاوز، يعني من ضمن الحاجات إنه ممكن صاحب البيت بيقول إيه، يعني أنا بشرح بالتفصيل شوية على أساس الناس يعني تاخد بالها شوية. صاحب البيت ساعات بيقول أنا عاوز يكون الدور الأرض دوت كله استقبال، يعني يسيح دور استقبال على أساس لو في فرح أو كده. هو صاحب البيت بيفضل إن يكون الاتنين دول استقبال. فطبعا العمودين دول هيقابلنا مشكلة لو احنا بقى خدنا العمودين دول ودورناهم، طبعا هيبقى قد الغرض. يعني مثلا لو احنا سيحنا العمودين دول هنضطر نلفهم كده ونلفهم كده، بس في حل احسن، على اساس ان ممكن صاحب البيت ممكن يخلي ديت محلات ولا حاجة. طبعا المحل هيدوت لو انت لفيت كده ودي لفيت كده هيقلل المسافة ديت. طبعا ما فيهاش الف ديت هنا، لان لو فت هنا يبقى في مشكلة في الاول العلوي، طبعا هيبقى مشكلة هنا. وقلت لو انت لفيت ديت هتبقى مشكلة، ممكن صاحب البيت عاوز يخلي غرفة النوم ديت يسيحها مع بعض يبقى غرفة كبيرة. ومينفعش لو انا سيحت هنا وهنا عادي، بس هو الفكرة ان انا مش عاوز. في حل بسيط يعني ممكن يبقى حلو، يعني ان انا ممكن اخلي دوت مربع والعمود دوت مربع يبقى احسن. يعني اقدر اخليه مثلا 4 من 10 هيأدي الغرض، 4 من 10 ممكن يؤدي الغرض يعني. فأنا يعني إلى حد ما خدت 20 سنتي، بس ما خدتش 40 سنتي، فيعني إيه إلى حد ما أحسن من الأول. فأقدر أخد ديت كوبي وأوديها في الدور العلوي دوت الأرضي التاني. باخد ديت تك شيفت واعمل لهم كوبي، بالنسبة للدور ده
كمان وبالنسبة للدور ده بظبط بقى ايه اللي هي فتحات البيبان على اساس بالنسبة للأرضية. ممكن برضك سحب البيت برضك يعني من ضمن الحاجات، أصل ساعات ممكن يعمل حركة ديت يخلي برضك باب استقبال على أساس MBT 3 8 10 بوينت 8 3 ممكن برضه زي ما قلت دلوقتي في سياح مع بعض يبقى استقبال، ممكن يبقى استقبال معاه، يعني دي حالة من الحالات يعني، بس أنا بقى بحكي الحالات عشان لو في ذكور هنا ولا حاجة. طبعا ممكن ما دوت ما يحصلش، وطبعا بيبقى الغالب بقى كده مثلا بقى استقبال اوكي. طبعا الموضوع يعني زودت فيه قوي على اساس ان يبقى التفاصيل العامة للبرنامج. نسيت الام ده السلالم كليك يمين اديت وقام داخل على السلالم فين السلالم ستير ستير فين ستير بعتبرها كأوبجكت فين الستير خلاص هاخدها كوبي بيست واتكل انا ورا. دي حل من الحالات. تمام. طب انا دلوقتي لو عايز اشوف المناسيب بتاعتي، عندي مناسيب ازاي بظبط بشوف المناسيب دلوقتي بالنسبه للزيرو بتاعي. انا باجي هنا عايز اشوف المناسيب بتاعتي، باجي هنا واخش على الويندو واقوم داخل على البليتس واقوم داخل الكوردينيتس واقوم جايب الكوردينيتس وأقوم جاي مفعل الدوكومنت وأقوم قايله الليفل بتاعي، أقول له خليها 3 وخليها باللون الأحمر. تمام. بقوم جاي هنا أقول له اعمل لي المش، نشوف المش كده اداني المنسوب، قال لي سالب 6 من 10. طبعا هنا اديها لي 0 طبعا، بس المشكلة هنا إن هنا أنا دلوقتي لما أجي أعمل المناسيب لازم أشوف المادة اللي أنا شغال عليها دي بلاطة، فطبعا البلاطة مينفعش معاه المش، فطبعا بقوم جاي هنا وغير اقول لها تعمل لي بلاط. لو جيت اعمل بلاط هيديني هنا 0 وهنا 0 عشان هو مش فاهم، انا هو بيعتبر ده بلاطه. طبعا عشان انا ادي له المنسوب صح فاقول له ديت بلاطه. طبعا كل المناسيب هنا تقريبا متساويه فما فيش اي قلق من اي حاجه تانية. ممكن انا اكبر المحلات شويه، اكبر الرقميه بتاعتها، ممكن اغير يبقى في اختلاف مناسب هنا، بس انا هسيبها زي ما هي. اجي في الدور التاني هنيجي نشوف المناسيب بتاعتي هيت، هنلاقي ديت سالب
3 بوينت نفس الكلام. لو في اي اختلاف بالمناسيب البرنامج هيفهمه. اهيت هيدي لي ديت سالب 6 من 10. تمام، لو اديت له المنسوب بتاعي هيدالي نفس المنسوب بتاعي لي. يعني احنا دلوقتي لو جينا في الارضي خدت اللي هو الحتة ديت عملتها بمنسوب مختلف شوية، طرحها الاول اجي هنا في الديزاين وعم جاي من ديزاين الو وعملها بمنسوب مختلف شوية. هعملها متر واطلع اقول له اعمل 4 من 10، زود 4 من 10، اخلي ديت الارتفاع بين ديه وديه اخليه متر، خليه متر، خليه متر. نيجي نشوف المناسيب بتاعتي بعيدا عن التعديلات بتاع حق ملكك في الشارع، بعيد عن الموضوع ديت يعني. بس انا عايز اوضح حاجة مهمة اللي هي حكاية المناسيب والدوكيمنت. وهندخل على طبعا انا لازم افعل اللي هو البلاطة. هنيجي نشوف الداري 4 من 10. لو في اي اختلاف في مناسيب هو البرنامج يعني هيوضحها. ونفترض مثلا يعني دي من ضمن الحاجات يعني ان دي منسوب 0 ودي منسوب 4 من 10. لو عاوز اراعي الموضوع دوت ممكن انا في بعض في التصاميم بتاعتي في الانشائي ان انا دلوقتي باجي اللي عند الحمام دوت وبنزل دروب عشان الصرف، بقوم جاي هنا مثلا بنفس الشكل دوت بطرحه وبعمل سقف جديد بمنسوب اقل شوية بمنسوب بنزل سالب مثلا سالب 2 من 10 او سالب 0.1 من 10 على اساس براعي موضوع الدروبات لان عشان الصرف والحاجات ديت. فباجي هنا عشان اعرف المناسيب بتاعتي لان ساعات بحتاج في التصميم بتاعتي، بقوم جاي هنا دي المنسوب كام ودي منسوب كام اهو تدل الاختلاف. نفس الكلام مع الحمام دوت، باجي هنا بعمل الدروب في الانشاء بتاعي. طبعا ال دي بيكون منسوبها متساوي، هو بس الدروب بيكون في منطقة الحمام. باجي أنا دي ساعات أنا بطلب من الحاجات ديت أو اللي أنا بوضح في التصميم الإنشائي بتاعتي. التصميم بتاعتي على أساس بتوضح معايا. طبعا بيكون المنسوب بتاع هنا منسوب كل السقف مظبوط ما عدا المنطقة الداخلية ديت. يعني أنا بسيب مقدار حق الطوبة أو ممكن أسيبها ما يعني أسيبها عادي أطرحها عادي، دي حرية شخصية يعني. وأعملها أهوت. هنيجي بقى نعمل الأواعد بتاعتي. طبعا الأواعد ديت كده غلط يعني. هنشوف دلوقتي الأواعد بتاعتي. هعمل الأواعد والحاجات ديت كلها المفترض أنا دلوقتي هو دي بيكون مقدار 4 من 10 بس، ودوب بمقدار 2 من 10 اللي هو اقدر اعمل التفاصيل بتاعتي كلها.
لسه هعمل هنا بقى القواعد والسيميلات ان شاء الله. الموضوع اتطور قوي. انا اتكلم دلوقتي عن القواعد، ازاي بنعمل قواعد والسيميلات طبعا، ولو لبشه ازاي بنعملها، ولو في عندي كوازيه ازاي انا بعملها والكلام دوت. طبعا انا مش هشرح بالتفصيل قوي في موضوع الكوازيه، موضوع بسيط يعني. بس انا هعمل اول حاجه ان هنخلق دور جديد اللي هو ستوري سيتنج، واقوم خالق دور اعمل له انسيرت بلو، واقول له دي اللي هي القواعد. هعمل القواعد بارتفاع 1.40 متر، 1.40 متر على اساس 1.40 متر على اساس ان في خرسانه عاديه 30 سنتي. لا هعملها كام؟ عندي 30 سنتي خرسانة عادية، وعندي مقدار سميل 120 يبقى 150، وعندي اللي هو طبقة الردم اللي هردم عليها أو الردم بتاعي، لو عايز أعرف مقدار الردم اللي أنا أو منطقة الردم بتاعتي. ماشي. هنخليها بعد كده 30، 120، 150، وعندي مقدار الردم بتاعي، هيكون الردم بتاعي معروف. طب تمام، هخليها 1.50 متر زي ما هي. تمام. انا اولا بعمل، باجي هنا بعمل ايديت، واقوم جاي اقول له اعمل لي كوبي من الدور الارضي، واعمل لي لا كوبي في الارض في القواعد بالنسبه للاعمده. اوكي، هيدي لي مكان الاعمده بتاعتي. باجي انا بحدد، بعمل الحدود بتاعتي، بقوم جاي هنا بقى بعمل اللي هو نظام الاكسات عشان اظبط الشغل بتاعي. طبعا الاكسس دوت انا هعمله هنا في الدور دوت على اساس اللي هو الاكسب بتاعتي. باجي هنا في المور، وقام جاي قال له اعمل لي جريد، هعمل جريد بتاعي الجريدات، وقام جاي عامل النقطة الأولانية التانية. باجي هنا أقوم مغير بعض الحاجات اللي فيها، أكس يعمل لها لي بنفسج. هاجي هنا بقى اظبط الشغل بتاعي. واجي انصف وطبعا الحتة ديت بونت، ابقى انصفهم. لأن الأكسات بتاع المحاور بتاع القواعد غير الأكسات بتاع هيت. نيجي نغيرها. تمام. الأكسات بتاع المحاور بتاع اللي هي القواعد غير اللي هي بتاع الحوائط. فباجي هنا، او طبعا هيكون هنا عرض السميل بتاعي 30 سنتي، فباجي اعمل حسابي ان انا هسيب هنا، هعمل انصفه 0.15 على اساس ان انا همشي على الموضوع دوت. نفس الكلام باجي هنا بعمل مالتبلاي، اعمل مالتبلاي مثلا افترض 5، واعمل له او بعمل اللي هو كنترول الت على اساس ان نعمل كذا نسخة هي منفصلة شوية. نفس الكلام بقى، باجي هنا اعمل برضو الجريد،
بقى اغير الدايمنشن بتاعتها، قصدي الشكل بتاعها. اعمله اوكي، اعمل هظبطه في الاخر. هادي واحد اكس تالت. باجي هنا اظبط بقى، بمسك ال هو اعمل قصدي اعمله 25 سنتي على اساس عرض العمود اهوت. كلمة نصفتهم، باجي هنا انصف هنا، هنشوف المنطقة ديت ازاي هنظبطها. بنيجي هنا باجي بظبطها هنا اهيت، باجي بظبط على اساس ان هو يبقى مظبوط مع ديت. نلاقي تمام تمام كده 12.5 يعني بالنسبة لديت، هنكلف في النص ويبقى في رقاب، مقدار رقاب هنا نفس الكلام هنا. تمام 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 بالنسبة لديت بخليها هنا تمام كده. يعتبر كل المحاور بتاعتي خلصت. لو عايز اغير بقى اغير، اظبط بقى في الاكسات الابعاد، اغير مثلا عايز اكتب الاسامي بتاعتها، برضه اقدر اغير اخليها مثلا A، اخليها هنا B او C، A B، اقدر اخليها D، A B C D، A B C، وهكذا اقدر اغيرها من هنا. بالنسبة بقى للرؤوس أقدر يعني مثلا اللاين بتاعي باجي أمسك هنا النقطة دي بظبطها، أو أجي أظبط الرأس من هنا أول، باجي بظبط على أساس الشكل المظبوط متناسق وهكذا يعني. في كل وغير الأسامي بتاعتها أقدر أغير في أي وقت. طبعا احنا قلنا دي حدود جار، فطبعا احنا هنيجي دلوقتي في السم اللي هنسميها، هي بتكون بيم. قبل ما اعمل البيم باجي بعمل اللي هو الغطاء الخرساني الاول، هعمله بمقدار 2 من 10، بعمله بمقدار 2 من 10، مقدار 3 سمك الكرسان العادية، وأعملها لفوق. واختار المادة بتاعتها أو الكونكريت العادي على أساس إنه دوت مش مجرد شكل تفصيل غير يعني. باجي هنا مثلا بحدد التحية ديت، طبعا الملك دي مش ملكي، دي آخر هنا. باجي هنا بعمل نقطة اللي هو insert node، واجي اعمل له stretch كده. الشكل بتاع زبط ملحوظة. هنيجي ملحوظة في هنا عندي دي جار، يعني انا دي منطقة جار دي، هنا منطقة جار دي الجار الحتة دي، الحتة دي ملك صاحب البيت اللي هي الحتة دي، ودي شارع ودي شارع ودي جار ودي شارع. أنا ليا أطلع رفرفة القواعد هنا بالمقدار ده، بس هنا مليش، لأن دي آخر حدودي، ديت اخر حدودي. دي شارع اقدر امتد بمقدار مثلا متر او على حسب اللي انا اقدر، زي الجيران يعني.
فاقدر لا امتد بديت، اقدر اعمل لها امتداد، اقول له امتد لها 80 مقدار 80 سنتي، نفترض هي مثلا 80 سنتي، لا اقدر حق الامتداد عشان رفرفة القواعد عشان يبقى ما يكونش قاعد الجار، واقدر هنا اقول له اعمل لي كمان 8 من 10 سنتي او متر على حسب اخلى متر اخلى 8 من 10. هنا بقى اقدر للاخر، اقدر دي حدودي، دي حدودي بالنسبة لرفرفة القواعد. ممكن انا كمان 2 من 10 من هنا يبقى متر، على اساس دي شارع عام كبير ودي 2 من 10 كمان يبقى متر هنا ومتر من هنا. نشوف ادي متر، مطلعتش متر ليه؟ متر متر مظبوط، ودي اخر حدود دي بالنسبة للقواعد يعني، لان هنا هنرسم بقى القواعد. لسه ازاي احنا بنرسم القواعد؟ المفترض انا دلوقتي يعني في ببعت انا شغل دوت لبرامج التحليل الانشائي قبل ما اعمل اي حاجة، وبحسب الحسابات بتاعتي، وفي الاخر بوصل للقواعد الصحيحة. انا هفترض افتراضات يعني، هفترض بقوم جاي هنا عشان ازاي ارسم القواعد، بقوم جاي هنا رسمها بالشكل دوت بامر السلاب. بس عشان انا اكلمك كتحليل انشائي، كبرنامج تحليل انشائي، ازاي البرنامج دوت هيفهم الفرق ما بين الاوعد والسلاب، انا هنا هو بيجي هنا بعمل له تعريف الفوتنج، انا بعرفه له كفوتنج عشان يفهمها، ما اعرفهاش كسلاب. المفترض دلوقتي لو بتكلم كتحليل انشائي، لو كان الكلام كتحليل انشائي فعندي هنا سلاب اقدر احولها كسلاب اللي هي سقف، بس انا دلوقتي بشتغلها كفوتنج. بس انا دلوقتي هنا مش بشتغل كفوتنج، انا هنا دلوقتي اقول له اعمل لي بالارتفاع للارتفاع دوت، وطبعا دي هتخليها انزلها لي، اقول له اوكي هخليها. بسم الله. باجي هنا في السلابات هخلي ديت السلابة لازم هي 3 من 10، باجي هنا برسم القواعد، هقول له اعمل ارتفاع 3 من 10، ارتفاع ل 3 من 10 على اساس ان هو ملمس القواعد اهو. باجي هنا بمشي برسم في كل حتة من الحتت ديت القواعد بتاعتي، هي دي بداية يعني، دي البداية ازاي بعمل القواعد دلوقتي. على أساس أعرف اللي أنا اشتغلته ومشتغلتهوش، بعمل سيلكت وأعمل فايند على أساس إن أنا أشوف اللي أنا اشتغلته ومشتغلتهوش. شكيت إن ديت عملت لها، بقوم جاي أعمل سيلكت، هنشوف فاضل إيه. فاضل دي بس، تمام. باجي بعمل هنا بقى سيلكت لكل الكلام دوت، باجي بقى بشيل بخفي الأعمدة. لو أنا طبعا الأعمدة ما عادش لها لازمة دلوقتي بالنسبة لي ما عادش ولا يعني أهمية، فأقدر إن أنا دلوقتي أمسكها وأحذفها عادي،
كده اتحذفت طبعا. انا دلوقتي مش باين عليها السلاب بتاعتي اللي انا كنت شغال عليها، بتكة بعمل سلاب تاني واجي اطرح ديك منها واقوم جاي هنا في المقاطع بتاعي او الارتفاع بتاعها. باجي هنا بقول له ارتفاع الاواعد عندي 6 من 10 اساس ان حسبتها. واجي اقول له كونكريت ستراكشر، ممكن اغير اخليها له البيرنج من كلان كاستراكشر يعني. لسه ما غيرتش، لسه ما خلصتش. برنامج بدأ يهنج تمام.